بداية أقول شكراً لمن سماني، وشكراً أيضاً لمن لم يسمني، لأنهم جميعاً مارسوا دورهم بكل ديمقراطية. هذا التكليف الجديد يحملني اليوم مسؤولية مضاعفة، تبقى الثقة الملزمة للجميع من دون استثناء لها عنوان واحد: التعاون. فلنتعاون جميعاً اليوم على إنقاذ وطننا وانتشال شعبنا مما يتخبط فيه، لأن مسؤولية الإنقاذ مسؤولية جماعية وليست مسؤولية فرد. بكل صدق وأخلاص وتجرد أمد يدي إلى الجميع من دون استثناء بإرادة وطنية طيبة وصادقة. الوطن اليوم بحاجة إلى سواعدنا جميعاً. لن تنفعنا حساباتنا ومصالحنا وأنانياتنا إذا خسرنا الوطن. المهم اليوم أن نعي أن الفرص لا تزال سانحة لإنقاذ ما يجب إنقاذه. نحن قادرون معاً على انتشال البلد من أزماته. المهم أن نضع خلافاتنا واختلافاتنا جانباً ونكب على استكمال الورشة الشاقة التي تتطلب أن نضع أمامنا إنقاذ شعبنا ووطننا كهدف واحد أحد. لم نعد نملك طرف الوقت والتأخير والغرق في الشروط والمطالب. أضعنا ما يكفي من الوقت وخسرنا الكثير من فرص الدعم من الدول الشقيقة والصديقة التي طالما كان موقفها واحد وواضح: ساعدوا أنفسكم لنساعدكم. لقد أصبحنا أمام تحدي الانهيار التام أو الإنقاذ التدريجي، انطلاقاً من فرصة وحيدة باتت متاحة أمامنا في الوقت الحاضر. على المدى الأشهر الماضية دخلنا باب الإنقاذ من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وقعنا الاتفاق الأولي الذي يشكل خارطة طريق للحل والتعافي. الاتفاق ليعلم الجميع أنه قابل للتعديل والتحسين بقدر ما تتوافر معطيات الالتزام الكل للكتل السياسية وعبرها المؤسسات الدستورية بالمسار الإصلاحي. وفي هذا الصدد علينا التعاون في أسرع وقت مع المجلس النيابي الكريم لإقرار المشاريع الإصلاحية المطلوبة قبل استكمال التفاوض لإنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد وبدء مسيرة التعافي الكامل. اليوم أكرر القول أنه من دون الاتفاق مع صندوق النقد لن تكون فرص الإنقاذ التي ننشدها متاحة، فهو المعبر الأساسي للإنقاذ، وهذا ما يعبر عنه جميع أصدقاء لبنان الذين يبدون نية صادقة لمساعدتنا. كما أننا في صدد استكمال الخطوات الأساسية لحل معضلة الكهرباء التي استنزفت الخزينة وطاقات الناس، وندعو الجميع للانخراط في هذه الورشة بعيداً عن الشروط والاعتبارات المسبقة والتجارب التي أثبتت فشلها في تعافي هذا القطاع. ومن هذا المكان ومن اليوم بالذات أدعو جميع القوى السياسية إلى لحظة مسؤولية تاريخية، لحظة نتعاون فيها جميعاً لاستكمال مسيرة الإنقاذ بأقصى سرعة وبثقة كاملة مع المجلس النيابي الكريم لوضع لبنان على مشارف الحلول المنتظرة. دعوتي للجميع لمراقاتنا في هذه الورشة بكل إيجابية وروح بناءة، لتضافر كل جهودنا ولنبحث عن كل أسباب تعزيز الشراكة الوطنية وحماية الاستقرار الوطني، لنتجاوز كل أسباب الانقسامات والرهانات التي دمرت مجتمعاتنا واقتصادنا وضربت مؤسساتنا. في الختام تبقى كلمة أتوجه بها إلى أبناء وطني: ثقتي كبيرة بكم، أنتم الذين لم تقهركم شدة ولم تهزمكم المحن والشدائد رغم كل ما مر على هذا الوطن عبر التاريخ. بتعاوننا جميعاً نصنع من الضعف قوة. معاً عقدنا العزم على النهوض، لأننا مؤمنون بأن لا خلاص لوطننا
إلا بتكاتفنا وتآذرنا. هذا اللبنان الذي يستأهل منا كل تضحية ممكنة لن نتركه ينهار. أمامنا عمل كثير ولا وقت تضيعه. نظرة واحدة ولو سريعة إلى بعض الإيجابيات في هذه الأيام مع بدء فصل الصيف تكفي لإعادة الأمل بأن لبنان بإذن الله لن يموت وهو سيتغلب على محنه. أكتفي بهذا سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطانا لما فيه رضاه ولما فيه خير لوطننا الحبيب. والسلام عليكم، كل حكم وأنتم بخير.